وصلت بكتير، لكن محتاج اروح لتونس سريعا مع الاستاذ علي عثماني الصحفي التونسي. استاذ علي مساء الخير عليك من هنا من قناه النادي الاهلي، وفي ضيافتي الاستاذ كريم رمزي والاستاذ عبد المنعم فهمي. تحيه لكم وتحيه لكل مشاهدي قناه الاهلي وللجماهير المصريه بشكل عام. استاذ علي، كيف تناولت الصحافه التونسيه هذه المباراه الهامه النهائي الافريقي بين الاهلي والترجي؟ وهل تركيز الصحافة التونسية كان على الأرقام والإحصائيات والتاريخ ولا الواقع والدفع المعنوية لفريق الترجي في هذه الفترة؟ بالضبط، تعرف هو الحدث الآن مباراة الأهلي والترجي، مباراة الذهاب في انتظار مباراة الإياب بعد أسبوع في ملعب رابي. أكيد الصحافة التونسية كلها مركزة على حاليا على مباراة الذهاب، فيها يعني تفاعل كبير حدث الصحافة التونسية بشأن مباراة الذهاب، ويعني الجميع تقريبا يعني متفائل بعودة الترجي بنتيجة إيجابية من مصر. تعرف في المباراة النهائية هي 50-50% تقريبا حظوظ الفريقين متساوية، ولكن أعتقد أن الترجي ينطلق بحظوظ وافرة للفوز بهذا اللقب تماما، مثل الأهلي أيضا له حظوظ، يعني حظوظ متساوية بين فريقين من أكبر الأندية في أفريقيا لهم تاريخهم في المسابقات الافريقيه وبخاصه في دوري ابطال افريقيا. بالنسبه للاحصائيات طبعا ثم اعداد هنالك العديد، سواء بالنسبه في الصحافه ولا الجماهير بتهتم بالارقام والاحصائيات، ولكن تعرف انه الارقام والاحصائيات هذه دخلت طي التاريخ، والان نتحدث عن الحاضر وعن المستقبل. الحاضر هي مباراه اليوم ان شاء الله في ملعب برج العرب، وبعد اسبوع في مباراه الاياب بملعب رادس. هي المباراتين هذوما اللي بيكونوا حاسمين ويحدوا اللقب. يعني انا اعتقد وانه الارقام لن تكون يعني هي الفيصل في مباراه اليوم او في مباراه بعد اسبوع، لانه في التاريخ يعني اللاعبين السابقين او اللي لعبوا سابقا ليسوا موجودين حاليا، وكذلك يعني حتى في التصفيات الحاليه اللي صارت في دوري المجموعات دوري ابطال افريقيا، اعتقد انه السياق يختلف تماما، خاصه في مباراه النهائي اللي هي تعتبر كانها مباراه كاس، وهي غالبا مغلوب يعني ما فيهاش يعني فرصه للتدارك ثانيه او ثالثه يعني او شيء. طيب، الاعلام التونسي وتحديدا قدام جريده الشروق قالت عنوان اليوم الاهلي والترجي واللقب من برج العرب. هل الاعلام التونسي بيتحدث على ان حسم مباراه الذهاب بالنسبه لكم في جريده الشروق هيكون شيء افضل عن مباراه العوده في رادس؟ وهنا في هذا المنشط تحديدا انتم يعني بتقربوا اكتر من مساله التاريخ، ان انتم عايزين تحسموا البطوله هنا من برج العرب. بالضبط، هي بتعرف مباراه الذهاب بتكون هامه، اكيد تعرف ان نتيجتها ستحدد بنسبه كبيره البطل في مباراه الاياب. انا اعتقد وانه لو فريق يعني بشكل ينتصر في المباراه هذه بنسبه بفارق مثلا هدفين سواء الاهلي او الترجي، اعتقد وانه بنسبه كبيره قطع خطوه كبيره للفوز باللقب النسخه الحاليه لدوري ابطال افريقيا. وكذلك الشأن بالنسبه للترجي، اكيد لو يعود بنتيجه ايجابيه سواء التعادل سواء الفوز بهدفين هدفين لهدف 1-0 كذا، اعتقد وانه ستكون له حظوظ كبيره جدا في مباراه الاياب. ونفس الشيء للاهلي، اعتقد انه الاهلي سيعول كثيرا من على مباراه الذهاب، يحاول يقدم اقصى ما يمكن امام جماهيره على ملعبه، لان مباراه الاياب ستكون بالتاكيد مباراه قويه ومباراه حاسمه، وايضا الترجي سيكون امام جماهيره لحسم اللقب. سؤال اخير استاذ علي، تشكيل الترجي بالنسبه لكم معروف بنسبه 100% في ظل ان 48 ساعه الماضيه كان في تعتيم اعلامي تماما على تدريب فريق الترجي لم يتدرب في استاد برج العرب حسب لوائح الاتحاد الافريقي. بالضبط، هي المباراه والله اعتقد انه تشكيله الترجي لا بالعكس ما فيش يعني اشياء بخطيه كثيرا، ولكن ثم تغييرات اكيد في اللحظات الاخيره. امس اثنين لاعبين اللي هم تاكد غيابهم عن مباراه الذهاب اللي هم المهاجم هيثم الجهيني اللي كان حاسب في مباراه الاياب ضد البريمير دراجوسو في نصف النهائي، كان سجل هدف وعمل اسيست للهدف الرابع الحاسم اللي تاهل من خلاله الترجي، وايضا المدافع الايسر ايمن بن محمد اللي هو يعني من ابرز العناصر في التشكيله الترجيه ويساند كثير من الهجوم، تاكد غيابه ولو انه كان بطبيعه الحال منذ بدايه الاسبوع الحالي كانت مشاركته يعني بين الشك واليقين، خصوصا انه لم يتدرب مع المجموعه، واصل التدريبات على انفراد وتحت اشراف الاثاره الطبي. يعني هنالك تغييرات ممكن في حارس المرمى، باش يكون اكيد معز بن شريفيه بنسبه تقريبا 90%، العين
انه مدرب الترجي معين الشعبان وبقيه الاطار الفني اكيد معناه سيعود معز بن شريفيه لحراسه مرمى الترجي الرياضي التونسي بعد غياب في الفتره الاخيره عن التشكيله اللي كان فيها الحارس رامي شريفي. بقيه اللاعبين تقريبا معروفه سواء في اللاعبين في على الظهير الايمن او في وسط الميدان وفي الهجوم طه ياسين الخميسي. هذا هو يعني مع اعتقد ان الاصابات والغيابات اعتقد انه مدرب الترجي الرياضي ما عندوش خيارات كثيره حتى تكون التشكيله فيها مفاجات ثانيه او شيء من هذا القبيل. استاذ علي عثماني الصحفي التونسي انا بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق يا رب للفريقين بشكل حضاري للكره العربيه والكره الافريقيه في نهائي امجد الكؤوس الافريقيه مباراه الاهلي والترجي التونسي. شكرا جزيلا.